فرز والتعبئه، تعد المحطه حضرتك من اكبر محطات في الشرق الاوسط واعلاها تقنيه فعلا. والمحطه حضرتك الطاقه التخزينيه بتاعتها 1,200,000 كيلو جرام يوميا من الممكن ان احنا نخزن فيها. الطاقه التبريديه فيها 1,560 حصان. القسم الاول بيتكون من جزئين سيادتك، قسم استلام المنتج، والقسم الثاني هم غرفتين استقبال سعة كل منهم 100 طن. درجة الحرارة بنخفضها من 35 ل 15 درجة مئوية، بالإضافة لأننا إمكانية إن احنا نستخدمها للتخزين كمان يا سيادتك يا فندم. شكرا يا فندم. مهندس عمرو عبد الحميد مصطفى، مسؤول عن تشغيل جميع خطوط الانتاج ومتابعه اعمال الصيانه الدوريه له. اسمح لي يا فندم استعرض مع سيادتك اليه التشغيل ومراحل الانتاج لخط النصف الي. اتفضل يا فندم. تبتدي مراحل انتاج الخط النصف الي من مرحله دخول المنتج الخام على سير استقبال رافع، وده بيتم تغذيته بمعدل 50 كيلو جرام على الدقيقه. بعد كده بيتنقل المنتج الى مرحله الغسيل. اتفضل يا فندم. تم تسويد المرحلة ديت بتقنية هامة جدا، وهي وحدة الفلترة والترقية. الوحدة هنا يا فندم مسؤولة عن تنقية المية من أي شوائب أو ميكروبات عن طريق فلاتر رملية وكربونية، بالإضافة لأنها تعمل على ترشيد استهلاك المية لأقل معدل استهلاك ممكن وفقا للتخطيط الاستراتيجي للدولة، حيث أنها تعمل على تقليل كمية المية المستهلكة من 11,520 متر مكعب على الشهر إلى 64 متر مكعب فقط على الشهر، أي تعمل على معدل توفير شهري 11,456 متر مكعب على الشهر. بعد كده بتنقل المنتج الى مرحله الغسيل. الوحده هنا مكونه من وحدتين يا فندم، وحده غسيل ابتدائي ووحده غسيل نهائي. تم تصميم الوحدتين على اساس الغسيل بالماء والهواء مع مراعاه حساسيه المنتج وضروره الحفاظ على المحتوى المائي للثمره. بعد كده بتنقل المنتج الى مرحله التجفيف، والهدف منها ازاله قطرات المياه المتعلقه بالمنتج بكفاءه عاليه عن طريق ضخ كميات كبيره قوي من الهواء تصل طاقتها التشغيليه الى 53,000 متر مكعب على الساعه. بعد كده بوصل المنتج الى مرحله الفرز، وهنا بيكون فريق الفرز بتصنيف المنتج درجتين، منتج درجه اولى بيتم وضعه في الحاره اليمين والحاره الشمال، ومنتج درجه ثانيه بيتم وضعه في المنتصف، وده بينتهي مشواره بنهايه المرحله الابتدائيه. الطاقه الانتاجيه يا فندم للخط 100 طن على اليوم، اجمالي الطاقه الانتاجيه للخطوط النصف اليه 400 طن على اليوم. هستاذنك يا فندم المهندس ابراهيم هيكمل مع سيادتك شرح الخط اليدوي. شكرا يا فندم. اهلا بسيادتك فندم، حضرتك مهندس ابراهيم زكريا محمود مسؤول انتاج محطه فرز وتعبئه. اسمح لي يا فندم بشرح الخط اليدوي. الخط اليدوي يا فندم يتكون من اربع مراحل يا فندم، زياده الى سير تغذيه كرتون. ياتي الكرتون من صاله الكرتون يا فندم الى صاله الانتاج. يتم استخدام السير رقم 3 يا فندم لدخول المنتج الخام، يتم فرز وتعبئته حسب المواصفه المطلوبه من اداره الجوده. يتم استخدام السير رقم 2 يا فندم لنقل المنتج النهائي ليتم تبليته بنهايه الخط يا فندم. يتم استخدام السير رقم 4 لخروج الحبوات الفارغه من البلاستيك لنهايه الخط. الخط يا فندم معدل للفرز وتعبئه جميع انواع الخضار والفاكهه. الطاقه الانتاجيه للخط اليدوي 40 طن يومي، اما الطاقه الانتاجيه للخطوط اليدويه 200 طن يومي. شكرا سيادتك يا فندم. العزيز مسؤول الجوده ومحطه الفرز والتعبئه. في نهايه خط التعبئه يا فندم بيتم مراجعه اوزان العبوات والتاكيد عليها، بيتم كذلك فحص عبوات المنتج النهائي لضمان سلامه وجوده المنتج، متابعه عمليات رص وتصنيف البليتات تمهيدا الى الاقلاء الى غرف التبريد ثم الشحن. شكرا لحضرتك يا فندم. الحلو المدير الفني للمحطه يا فندم. اتفضل سيادتك. ده منتجات الزراعات المحميه بموقع قاعده محمد نجيب، ويليه
قاعده مزرعه العاشر من رمضان. كل ما هو منتج داخل الصوب والزراعات المحميه بيوصل للمحطه، بيتم فرزه وتدريجه وتعبئته للسوق المحلي المصري بعبوات مختلفه، وبنعبي الاوردرات اللي جايه لنا من دول عربيه للتصدير بعبواتها، سواء كان كرتون او كان مغلفات تانية يا فندم. السيد مسؤولة الجودة بقطاع العاشر من رمضان، مهمتي هي مواكبة جودة المنتجات بغرض تقييم جودتها وتوجيهها داخل محطة الفوز والتعبئة إلى ما هو صالح للاستهلاك بالسوق المحلي. يا فندم أرحب بحضرتك. محطة الفرز والتعب. حضرتك عمر عبد العزيز، شركة موج للهندسة والصناعة. القسم بيتكون من عدد 2 سعة 100 طن، وعدد غرفة 50 طن، وعدد 1 غرفة 150 طن، وعدد 3 غرف تبريد سريع. اسمح لي يا فندم استعرض مع حضرتك غرفة للتبريد السريع. اتفضل يا فندم. رصيف الشحن هنا مجهز بخمس مخارج، جميع المخارج مجهزه لاستقبال جميع انواع السيارات والشاحنات ومختلف انواعها. هنشرح لسيادتك رصيف الشحن رقم 1. رصيف الشحن رقم 1 مجهز بباب حصيره معزول يعمل كهربائيا. يوجد على اجناب الرصيف ستائر مصممه لحفظ درجه تبريد المحطه وعدم تسريب درجه الحراره للخارج.
يوجد رصيف هيدروليك يرتفع بمسافة 50 سنتي وينخفض بمسافة 20 سنتي ليتعامل مع جميع الشاحنات والناقلات. درجة حرارة الرصيف يا فندم 18 درجة مئوية للمحافظة على جودة المنتج ونضارته وتداوله للسوق الخارجي بنضارة. الحمد لله على السلامة. تفتيش ومراقبة الجودة. احنا النهاردة يا فندم قدام مشروع لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بيتم تنفيذه وهو مشروع انتاج تقاوي البطاطس يا فندم، ودي التلاجة مخصصة لحفظ تقاوي البطاطس، بيتم الحفظ فيها بمعدلات مناسبة من درجات الحرارة ورطوبة وثاني أكسيد الكربون. اتفضل يا فندم. دي تقاوي البطاطس يا فندم ناتج زراعة الأنسجة، ودي أول مرحلة من إنتاج تقاوي البطاطس وهي مرحلة المايكرو تيوبر. المرحلة دي يا فندم وزن الدرنة فيها من 5 لـ7 جرام. مراحل إنتاج تقاوي البطاطس يا فندم عندنا 4 مراحل، جميع المراحل بيتم حفظهم في ثلاجات. المرحلة الأولى اللي احنا فيها دي يا فندم مرحلة المايكرو تيوبر، متوسط الإنتاجية 4 درنة، متوسط الإنتاجية 4 مليون 150 طن. يتم الإنبات خارجيا استعدادا لإنتاج المرحلة الثانية وهي مرحلة الميدين تيوبر، ومتوسط إنتاجية 24 مليون درنة، يتم حفظهم في ثلاجة سعة 1000 طن. يتم الإنبات خارجيا استعدادا لإنتاج المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجي 1، الجيل الأول من إنتاج التقاوي، متوسط إنتاجية 144 مليون درنة، يتم حفظهم في ثلاجة سعة 60000 طن استعدادا للزراعه في الحقول المفتوحه. المراحل دي يا فندم، جميع المراحل دي يا فندم بيتم حفظها تحت درجات حراره منخفضه من 2 لـ4 درجة مئويه ومعدلات مناسبه من الرطوبه وثاني اكسيد الكربون. المعاملات دي يا فندم بتتم على التقاوي لكسر طور السكون بالدرانات ولضمان حيويتها لاعاده زراعتها في المراحل التاليه. اخر مرحله يا فندم وهي المرحله الرابعه، مرحله الجي 2، الجيل الثاني من انتاج تقاوي البطاطس يا فندم. المرحله دي بيتم زراعتها في الحقول المفتوحه، حقول نائيه خاليه من الامراض والفيروسات، بمتوسط انتاجيه 60000 طن، يتم طرحهم في الاسواق يناير 2021 ان شاء الله يا فندم.